مع بدء العام الدراسي الجديد، وبسبب كثرة الأعداد الطلبة اللي مقبولين على كليات الطبية بصورة عامة وكلية الطب بصورة خاصة، استنفرت جامعة البصرة جهودها بجهود الأخوة في كلية الطب والإعمار والمشاريع والشعب الهندسية والمهندس المقيم ومحافظة البصرة والأخوة المقاولين اللي مسؤولين على الموقع، وبصراحة اشتغلوا شفتات متعددة ليل ونهار حتى توصل القاعة إلى ما تشوفونها عليها الآن، أصبحت قاعة جاهزة للاستلام أو لتدريس طلبة الصف الأول بطريقة تليق بمستواهم العلمي في كلية الطب. وإن شاء الله ما راح نألو جهدا عن إكمال بقية القاعات، القاعة الثانية إن شاء الله عن قريب راح تكمل أيضا من نفس المواصفات وتكون جاهزة لاستقبال طلبتنا بعد أن أكملنا توسعة مختبرات كلية الطب. وصل العدد إلى 3250 طالب. طبعا يعني رؤى الكلية أنه استيعاب هؤلاء الطلبة من خلال استحداث قاعات دراسية جديدة. تم استحداث قاعتين العام الماضي، والآن لدينا قاعتين دراسيتين وقاعة رياضية متعددة الأغراض، هذه على تنمية الأقاليم. مشكورين سيد محافظ البصرة والسادة النواب وقسم الإعمار والمشاريع في المحافظة وفي الجامعة. طبعا هذا التعاون أثمر عن إكمال هذه القاعة التي تحتوي على 270 مقعدا دراسيا، مقعد يعني كرسي، وأيضا مجهزة بأحدث الأثاث وأحدث التقنيات العلمية لغرض خدمة التعليم في كليتنا وفي الجامعة وخدمة بلدنا.